هذا اليوم بالتأكيد سنكون وإياكم في الدقائق القادمة لنتحدث ونذهب إلى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث التصعيدات الإسرائيلية والاستهداف المباشر للفلسطينيين لا تقتصر على محافظة أو على بقعة فلسطينية دون الأخرى، إنما الكل الفلسطيني مستهدف لدى الاحتلال ولدى حكومة بنت، من أجل دائما أن يكون هنالك تحقيق رضا لقطعان المستوطنين. مباشرة نذهب إلى الدهيشة حيث جنوب بيت لحم، ومع الزميل الصحفي عنان شحادي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير والرحمة، كل الرحمة لشهدائنا الأبرار. يا ستي بداية صباح الوطن وصباح الخير لكم، صباح الشهداء، صباح أسرانا بواسل والشفالي جرحانا. يعني ما يمكن نتحدث عنه، يعني قتل متعمد مع سبق الإسرائيل حقيقة دمية وساعة. ما جرى في مخيم الدهيشة فجر هذا اليوم أو تقريبا عند الساعة 5:30 من صباح هذا اليوم، يعني أسير محرر عزل بالأمس، يعني كان يحتفل مع ابنه بتخريجه من الروضة، اليوم زف سيزف شهيدا. الأمر الذي تعلق بشهادة واستشهاد هذا الشاب الاسم قرار أيمن محيسن هو أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، اندلعت مفاجآت، اعتقلت خليل معالي 44 عاما، وأثناء خروج قوات الاحتلال هذا الشاب خرج من المنزل، وقف أمام المنزل، وبالتالي كان هناك قناص قد أطلق الرصاص وأصابه بمقتل في منطقة الصدر وبالتالي نقل، ولكن كل المساعي آلت ووقفت أمام يعني قضاء الله، واستشهد هذا الأسير المحرر جراء هذه الهمجية. نعم. يعني أيضا هذه الهمجية كما ذكرنا قبل قليل وكنا مع زميلنا خالد من بلدة يعبد، يعني متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وفي مختلف البقاع الفلسطينية، في الخليل، العروب، مباشرة إلى جنين، ومن ثم اليوم في الدهيشة في بيت لحم، ولا ندري هذا المسلسل المتواصل من الانتهاكات الإسرائيلية. لكن أيضا هل سجلت أي إصابات عنان في صفوف المواطنين الفلسطينيين أو ربما أي اعتقالات؟ نعم نعم، كان هناك أيضا إصابتان، إحداهما يعني خطيرة وسجلت، والثاني كان إصابة في المنطقة السفلى يعني في الأطراف، يعني هناك أيضا إصابة. إثر ذلك كان هناك اعتقال في مخيم، اقتحموا مخيم الدهيشة من أجل اعتقال الشاب خليل معالي 44 عاما، وأثناء الخروج بعد أن اعتقلوا قاموا بإطلاق الرصاص، وكان أصبحت هواية لنا الضوء الأخضر من الحكومة الفاشية، حكومة الاحتلال، التي يعني أطلقت العنان بإطلاق الرصاص على أي فلسطيني، وكان أكبر دليل ذلك هو يعني ما جرى في بلدة الخضر، حق الطفل 14 عاما وهو زيد محمد إغريب، عندما كان في زيارة إلى بيت جده في المنطقة الجنوبية، وقام بإطلاق الرصاصين يعني دون أي سبب يذكر في المنطقة، وبالتالي يعني هذه السياسة أعلنتها وأصدرتها الحكومة الإسرائيلية. أمام كل ذلك أيضا كان هناك اقتحامات في، كان هناك اعتقال أيضا أسير محرر في مسجد علي مصطفى صلاح، وهذا الذي يعني اعتقل مرارا وتكرارا، إضافة لذلك اقتحام مناطق عدة في المحافظة. وبالتالي أنا بقول هناك تصعيد واضح من قبل قوات الاحتلال بحق المواطنين خلال الأيام الماضية، والتي يعني كان عنوانها حقيقة تلك الهمجية التي جرت يوم أمس أيضا في يعبد، والتي يعني ضرب ضحيتها شبان بالاستشهاد بالإصابات، وبالتالي هذا مفاده يؤكد بأن الحكومة الإسرائيلية أطلقت العنان لمستوطنيها وجنودها بأن يطالوا الصغير والكبير في الشعب الفلسطيني. نعم، عن ماذا عن تشييع جثمان الشهيد محيسن خلال هذا اليوم؟ يعني أن يكون هناك انطلاق يعني لموكب الشهيد من مستشفى بجالة الحكومي مخيم الدهيشة، ومن ثم يعني إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وبعد صوب شارع القدس خليل باتجاه قرية مقبرة الشهداء الوسط خلف المخيم قرب قرية ارطاس، حيث سيوارى الطراف هناك، وبالتالي بيت لحم يعني ما ان ينتهي بيت
أقول عزاء وتقبل بسقوط الشهداء، سرعان ما يعني بيت آخر، وبالتالي الرحمة، كل الرحمة للشهداء. نعم. الرحمة لهم والأمن والأمان لكم جميعا. الزميل الصحفي من بيت لحم معنا نشحادة كان وإذانا عبر الخط الهاتفي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا ونواصل لكم. شكرا جزيلا، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا والمزيد من الأخبار.